فيسبرم السنه دي خسر النهائي الدوري على ثانيه، وفي قبل نهائي دوري ابطال اوروبا وصلتم وكنتم المرشح الاقوى للفوز بالبطوله، ولكن اللحظات الاخيره كانت حاسمه شويه في مسيرتكم هذا الموسم، وادت في الاخر ان انتم خسرتوا البطولتين. ايه اللي حصل في اللحظات الاخيره بعد ما قدمتوا موسم كنتم ماشيين فيه بثبات؟ يعني دايما النهائيات بيبقى فيه حاجات مش متوقعه، واحنا قدينا الموسم كله بشكل كويس، هو ده اللي كان مدينا ثقه في الماتشات دي، وعلى مدار الماتش حتى كل الماتشات كنا بنبقى بادئينها ليدنج، والشوط الثاني كنا بنبقى ليدنج وما كانش بيبقى فيه مشكله. ممكن الفاينل بتاع الدوري كان عندنا ثقة اللي احنا نكسب، والماتش في اخر لحظة اتخطف بسبب يعني حاجة غير متوقعة، يعني الهجمة بتاعتنا خلصت بسرعة ورجعنا في ثانية حطوا جون قبل ما الماتش يخلص. في الفاينل فور مش قادر اقول اللي احنا كنا مرشح الاقوى، عشان كان في فرق، يعني احنا كنا الرابع في المجموعة، وكيلسي دي كانت الاول اللي لعبوا الفاينل، وبرشلونه كانت معانا في المجموعه وكانت الثاني، فبرضه كليفل طول السيزون هم برضه كانوا فيفرتس، ممكن يمكن اكتر مننا كمان، بس احنا كان الفورم بتاعنا في الفتره دي احسن، يعني احنا كنا بنكسب على طول، بنكسب معظم الماتشات مخلصين حلو، فكان متوقع ان احنا نعمل مفاجاه او نعمل حاجه، عشان الحاله والفيلينج جوه الفرقه كانت حلوه، بس يعني هي دي الرياضه. يعني بالنسبه لي الدوري دايما هو اطول بطوله، واللي هي حتى كل الناس تقول بطوله النفس الطويل، البطوله اللي بيكسبها بيكون فعلا هو الاحسن، اللي هو هيعرف يكسب 20 30 35 ماتش في السيزون. احنا عملنا كده، فاللي احنا في الاخر تيجي بعد ما تطلع الاول وتكسب كل الماتشات وما تخسرش ولا ماتش على سنه، تيجي في الاخر تلعب ماتشين ورا بعض يحددوا فيهم الدوري، سواء انا مش بقول كده عشان خسرت، هو سواء كسبت او خسرت مش شايفه حاجه عادله، عشان هو كده بقى نوك اوت، بقى زيه زي الكاس، زيه زي الشامبيونز ليج في الحاجات دي، اللي هو ممكن الفرقه الاقوى تكسب، بس برضه ممكن الفرقه الاضعف تكسب. فالدوري مش معمول عشان يبقى كده، مش معمول عشان يدي فرص لكل الناس، ومش معمول عشان يبقى فيه مفاجآت. الدوري المفروض معمول عشان الفرقه اللي هي هتعمل معاك احسن حاجه على مدار 10 شهور هي دي اللي هتكسب البطوله، وده مش ده اللي بيحصل. يعني في فيسبريم لما احترفت اتكلموا معاك قالوا لك احنا الاسباب اللي احنا جبناك كانت كذا وكذا وكذا وكذا، بعيدا عن المستوى الفني طبعا، هو اكيد المستوى الفني بقى في المقام الاول، بس في حاجات تانية اكيد بيبصوا عليها غير المستوى الفني. والله انا ما رحت، كان ديفيد ديفيس مدرب منتخب مصر وهو كان لسه رايح هناك، فهو كان اوريدي عارف شخصيتي، عارف امكانياتي، والكلام كان في الاول على اساس ان انت لعيب صغير واحنا شايفين ان انت عندك امكانيات بدنيه ومهاراتك في الملعب كويسه، وعملت ماتشات كويسه في كاس عالم 2019 ضد المجر بالذات يعني، وهم كان عندهم في المركز ده اوبننج او كذا حد هيمشي وكذا حد هيبطل وكده، فكانوا محتاجين حد، وما كانش البلان بالنسبه لي ان انا اروح ابقى رقم واحد ولا انا ابقى رقم اثنين. يعني انا كان المفروض ان انا اروح عايز ان انا اطلع اعاره سنه اتطور فيها، بعد كده العب، بعد كده اللي كان جاي في مكاني اتصاب، خدت المركز اللي هو بقى رقم اتنين، فلعبت حلو، ورقم واحد اتصاب برضه، فاضطروا ان انا بقيت رقم اساسي واحد. وانا لسه جاي من مصر، يعني هو من اول فتره الاعداد هم بالنسبه لهم محدش عارف ده مين، فجاه لقوا لا مستواك كويس وبتلعب وكومبيتيتيف وبتخبط معانا وانت لسه صغير، ف بدأ شوية احترام في التمرين اللي انت عندك موهبة وبتعرف تلعب، وبعدين لما بدأت في الماتشات بلعب نفس الثقة وبلعب نفس الحمية وكده بدأت اخد اكتر، ولما بقيت خلاص لازم ابقى اساسي حتى هم كلهم قالوا لي في الاخر دي فرصة، يعني هي بتجيلنا كلنا وقدامك، هتثبت اللي انت رقم واحد، هتفضل هنا رقم واحد على طول، يا اما مش تعرف تاخدها وساعتها هيبان اللي احنا لازم نجيب حد احسن، حد احسن وانت لسه صغير وكده. فانا كان ده اللي بفكر فيه ساعتها، يعني ان هي فرصه قدامي خدتها دلوقتي دي اسهل حاجه هتجيلي، ما خدتهاش هتفضل تعافر تاني من تحت. وجود ديفيد ديفيز هو ده السبب الوحيد اللي خلاك تختار انت بقى الدوري المجري، ولا هو ده كان العرض الموجود ما كانش فيه دوريات تانية متاحة عشان تفاضل ما بينهم؟ نادي فيسبريم نادي كبير جدا طبعاً. ماديا مش بس ان هو نادي كبير، بس هو برضو من الانديه اللي معاها فلوس تعرف تشتري لعيبة، وانا كنت في الزمالك لسه عندي عقد زي ما بقولك، فعشان النادي يسيبك تسافر
هيطلب مبلغ كبير. فمش كام نادي في العالم هيعرف يدفع فلوس لنادي الزمالك اللي انا اعرف امشي 4-5 مثلا. فهو كان النادي الوحيد اللي محتاج حد في المركز ده، فكان هو الحاجه الوحيده اللي انا هعرف اسافر بيها يعني. لا مجال للمقارنه ما بين مثلا بطوله افريقيا وبطوله اوروبا في اليد طبعا على مستوى الانديه، ولكن على مستوى الدوري، الدوري المصري والدوري المجري، يعني احنا على مستوى المنتخبات لا قريبين يمكن الافضليه كمان لينا مؤخرا في السنين الاخيره على الاقل، لكن على مستوى الدوري في فرق كبير للدوري المجري على حساب الدوري المصري. والله مش كبير قوي يعني. لو هنتكلم في الانديه اللي هي غير الانديه بتاعه تشامبيونز ليج اللي هم فيسبرم وساجد، بقيه الانديه لا، بقيه الانديه مستواها قريب جدا. الاهلي والزمالك اكيد احسن منهم، وبقيه الانديه في نفس المستوى إن مش احسن كمان يعني. لكن هو الفرق بس في الفرق ما بين التوب تيمز والفرق العاديه، لكن الفرق اللي في نص الجدول وتحت وكده لا مفيش فرق كبير خالص.